معكم مريم، مرحبا بشوف تي في عندي في المحل اللي كيتواجد في زنقة المحكمة إن زكان، رقم المحل 13. المهم حنا فرحانين بعد من يطلقوا هادشي ديال المناسبات والعراسات، يلا رجعت لنا واحد شوية الفرحة، واخا ما جاتش في وقتها، ما جاتش في الصيف، دابا البرد راه كاينين غير لقطات ماشي بحال الصيف، ولكن الحمد لله. واخا راه كانوا عندنا كانوا حابسين كاع بخطره، راه ما كان حتى شي واحد كيدور في المحل، واخا البياسه اللي كتسوى 200 درهم في الكرا وهذا وصلناها حتى ل 50 درهم، على ربي غنفك واحد شويه الكريدي، وهكاك ما كانوش المناسبات حيت كانوا حابسينهم. كاين كل هذا استغر في الكريديات، غير في الكريدي ما كندخلوا فيها درهم، وما كاينش اللي تسوق، ما كاينش اللي تسوق لنا ولا شي واحد اللي كيسول المسؤولين، لا حسابات شي ديال كلشي، كلشي اللي كيتعلق بهادشي ديال العراسات، كلشي المناسبات، كل يعني الازمه كانت على كلشي، وما كاينش اللي تسوق لنا بخطره، ولا لا حتى لشي واحد يدق الباب ولا يقول لك، على الاقل بعدا يعطيهم غير شي كريدي ولا شي تمويل، غير واحد شويه يتحركوا به حتى تحرك القضيه، ما كاينش. كاين ايضا كاين مجموعه ديال المحلات سدوا يعني الكريدي اللي تراكموا عليهم بزاف. واحد صديقه نيت ديالي 5 شهور ما خلصتش الكرا، راه ما غاديش يرحمها مول الدار، خمس شهور سدات بعد داكشي كامل اللي عندها. وحده عاوتاني اتصلت بيا غير اليوم كتقول لي الله يرحم والديها، واش كاينه شي خدمه، واش كاينه شي حاجه، كانت نيت كنعرفها يعني بفلوسها لاباس عليها بخير وعلى خير، وصلت بها للزلط فهمتي بسبب هاد الجائحه، شدت تقريبا شي 12 مليون ديال الكريدي باش دخلت كل شيء جديد، وكاك ما الحمد لله لقطات حيت الحساب كما قلت لك ما جاش في الصيف اللي غادي ندوزو فيه المناسبات مزيان، راه كانوا حابسين، ولكن كنتمناو دابا كنتمناو ان شاء الله تكون القضيه بخير من القدام، على الاقل ماشي يوصلوا عاوتاني حتى للصيف ويزيروا، دابا وقت البرد راه ما كاين والو، يعني بحال سدوا ولا طلقوا، راه عارفين هما البرد راه فيه غير لقطات، قليله الخدمه في البرد فهمتي، والكريديات كثيره، يعني واخا نيت تكون الخدمه الكريديات كثرات، عندنا الكريديات ماشي بحال الصيف وماشي بحال الايامات العاديه بلا كورونا، كتكون الخدمه كيكون كلشي محرك فهمتي، كتكون الخدمه كيكون كلشي محرك، كلشي خدام، كيكون كلشي داير، كلشي خدام، ماشي بحال الى كلشي سادين عندنا، ما كاين لا ما بالخصوص كاع واحد الوقيته حبسوا كاع العراسات بخطره كاع، ما كاين حتى ديك 50 واحد ولا هذا حبسوها بخطره صافي، بحال قلتي كيحبسوا عليك هذاك طرف الخبز اللي غادي تاكل كيحبسوه عليك، والعصا وما كاينش اللي تسوق لنا بخطره، راه عامين دابا، عامين راه هزينا كريدي، راه مشينا حتى لفاس وتقدينا بياس وجينا لهنا عاوتاني وصايبنا موديلات جداد فهمتي، وكنقولوا لا راه غادي تحرك، وحنا زايدين غير في الخطيه، زايدين غير في الخسران، كل شهر كنقولوا هاد الشهر، كيقولوا لنا هاد الشهر غيحلوا، هاد الشهر غير كيطمعوا فينا وحنا زايدين في الخسران، هذاك الشيء كامل هما ما تسوقوش ليه هما. يا كنشكر الحكومه على التخفيفات اللي دارت دابا، وكنتمنوا هاد يكون تخفيفات احسن.